قراءتها للسياسات العمومية. إذن أساساتي، كيف أهداف المحددة مسبقاً؟ عن الإفيسيونس موين الريزولتا، وعن اللي بنت أكثر في معايير التقاسم ما يسمى بلغة. إن اختيار موضوع النجاعة العمومية ينسجم تماماً مع التوجه الجديد الذي سينقل المرفق العمومي بلا شك من منطق الوسائل إلى منطق النتائج، التوجه الذي ما فتئ السيد رئيس الجمهورية يؤكد عليه كشرط ضروري لإرساء دعائم الجزاء الجديدة. وفي نفس الوقت إن هذا المنطق يضعكم أنتم كوادر الغد أمام مسؤولياتكم لاكتساب المهارات التي تمكنكم من تجسيد التغيير واسترجاع ثقة المواطن في المرفق العمومي، في ظل ما يتوجب عليكم أيضا من جهة أخرى من التزام بثقافة الدولة وقيم المرفق العمومي.